قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة كما قال الشيخ صالح ابن عبد الله ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، قال: الاستعاذة الالتجاء والاعتصام، أي في دفع الشر. الالتجاء والاعتصام في دفع الشر. وقال الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى في كتابه حاشية الأصول الثلاثة، قال: الاستعاذة تكون من الشر، كما أن اللوذ يكون في طلب الخير، العوذ يكون من الشر، واللوذ يكون في طلب الخير. واستشهد بالأبيات: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالعبد يطلب الخير من الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، كما أنه يفر إلى الله سبحانه وتعالى ويستعيذ به في دفع الشر وفي رفعه. والاستعاذة تكون بالله وحده لا شريك له، وهي عبادة. الدليل على أن الاستعاذة عبادة أن الله أمر بها. الدليل على أن الاستعاذة عبادة أن الله أمر بها. الشيء يا جماعة الله أمر به ده عبادة. الصلاة الله أمر بها سبحانه وتعالى، الصيام الله أمر به، الاستعاذة الله أمر بها جل وعلا، فدل على أنها عبادة. وذلك في آيات كثيرة وفي أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما دام أنه أمر بالاستعاذة به دل على أنها عبادة. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، إلى آخر الآيات. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. ولذلك كان الصالحون قديما وحديثا يستعيذون بالله سبحانه وتعالى عند توقع الشر، كما قالت مريم عليها السلام: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني لو أنت تقي أنا بذكرك بالله وأنا بلجأ لله سبحانه وتعالى، فلا تقربني بشر. فبين لها أنه رسول من الله سبحانه وتعالى، أنه جبريل عليه السلام. طيب، ما دام الاستعاذة يا جماعة عبادة، فالله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى ما تستعيذ إلا بالله سبحانه وتعالى، دار يدفع عنك شر ما تلجأ لغير الله سبحانه وتعالى. ما تعلق لك حجاب ولا تميمة ولا كمون ولا حاجة تقول دي بتدفع عني الشر، ولا تجيب لك عظم ولا خشبة ولا عود ولا قشة تقول اداني لها فكي فلان، والفكي ده ما دام اداني لها دي فيها بركة ودي بتدفع عني الشر. فده كله يا جماعة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد، لما ذكر هذا الباب ذكر في مقدمته سورة الجن. ومناسبة ذكره لسورة الجن أن هذه الآية من سورة الجن،
وذكر في سورة الجن فوائد عظيمة وجميلة يحسن الرجوع إليها، ومن أبرزها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف بعد دعوته الناس إلى الخير وإلى الحق وإلى التوحيد في مكة، خرج إلى الطائف فلما استقبله أهل الطائف بالإعراض وبعدم قبول الدعوة وحرضوا عليه المجانين والسفهاء والغلمان وضربوه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى سال الدم منه، خرج صلى الله عليه وسلم حزينا به من الكرب ما الله به عليم، لأنه ترك قومه وأتى إلى هؤلاء ولم يجد القبول في قومه إلا من رحم الله ممن أسلم من الصحابة، ومع ذلك لم يجد القبول عند هؤلاء الناس، وهذا من البلاء. وهكذا الإنسان يبتلى في أول الأمر ثم يثبته الله تعالى ويفتح الله على يديه. فجاء صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق ودخل واد من الأودية، قال الشيخ، وأخذ يصلي صلاة الفجر ويجهر بالقرآن، فاجتمع نفر من الجن، ذكر الله ذلك في مواضع من كتابه كما في بداية سورة الجن وكما في أواخر سورة الأحقاف، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، قال ابن مسعود هم 7 أو 9 من الجن في التفسير، فأخذوا يجتمعون ويستمعون إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبون بها ويتعجبون منها حتى آمنوا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. شوفوا يا جماعة الخير ذا، يعني هو مشى عشان يدعو ناس قدامه وما استجابوا، وجا صلى وفي ناس من المخلوقات مش ناس جن أسلموا وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم، لكن انت ما عارف الخير وين. عشان كذا الكلام ده جاوب الوحي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أنا ما قلت عارف، هم الذين استمعوا وأوحى الله إلي بهذا. الجن ديل يا جماعة لما سمعوا الحق وآمنوا ما رضوا يكتفوا بنفسهم، طوالي مشوا لشنو؟ إلى قومهم، وده الخير يا جماعة. فإنت قد تبلغ دعوة زول يكون برا المسجد ويسمع بالميكروفون ويستقيم ويستجيب للدعوة وما يعرفك، وبعدين تلقى الأجر عند الله سبحانه وتعالى، بس إنت كيف تخلص لله وكيف تتبع الحق وتتجرد من الهوى. ودي فائدة الدعوة الحق يا جماعة، ما دعوة بتاعة أحزاب وإحصاء وجماعات وتهيئة لانتخابات وتهيئة لكرسي وتهيئة لدنيا، وإنما دعوة الواجب على صاحبها أن يرجو الثواب من الله وحده لا شريك له، وإن لم يعرفه الناس وإن لم يجتمع عليه الناس. ذكر الشيخ حفظه الله تعالى في عانة المستفيد أن الله تعالى ذكر عن الجن أنهم آمنوا بالله ووحدوا الله، ولما وحدوا الله حاربوا أقوامهم أو وقعوا في أقوامهم الذين خالفوا هذا التوحيد. وأقرأ سورة الجن، الناس عرفوا التوحيد آمنوا به، طوال انتبهوا لقومه إنهم مخالفين للتوحيد، أنهم مخالفون لهذا التوحيد واقعون في الشرك بالله تعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا، جد يعني الغنى والمكانة،
قال الحسن البصري: الجد الغنى والمكانة، وأنه تعالى جد ربنا، تعالى اكتمل غناه عن خلقه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لا يريد صاحبة، وليست عنده صاحبة زوجة، وليس عنده ولد، ولا يريد ولدا سبحانه وتعالى. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، طوالي ردموا الجماعة بتاعنه الملخبطين والله، شغل ده في الجن ذاته في ردم. انت قال الشغل ده كيف؟ ناس يقول لك يا خليك في التوحيد، الجن ديل ذاته فيهم الدين، في ناس بشر لازم فاهمين الدين. طوالي قال: وأنه كان يقول سفيهنا، سفيهنا مش سفيها الحي البغاد، سفيهنا حقنا نحن، في ناس سفه، في جن سفه معانا، عشان كذا زي ما الإنس فيهم كذا وكذا، الجن فيهم كذا وكذا برضو، تليم في جن صوفي ولا أخو مسلم يحيرك ذاته والله، ولا أخو مسلم القدامك ده بيدعبك يلف عليك بجاي، وحقيقة ثم إنه وفلسطين وآهات النساء والسكالة واليتامى ومحمد الدرة وياسين محمود وفلان أوك وبكى، وذاته الأخ مسلم ده ذاته اللي بيقول لك نحرر القدس، مسجد ذاته في حي دار تحرير، لأنه قاعد فيه حامي الناس الدعوة، ده باقي لك مسكوا القدس ما بيحامي الناس الصلاة دي، هو بيت عادي مسجد عادي يحامي فيه دعوة الله سبحانه وتعالى. لكن احنا ما من الحكمة كلام في الناس ذيل وكذا وكذا وكذا. طيب، فذكرت الجن عن نفسها وعن غيرها ما ذكرت، إلى أن قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن يلتجئون إليهم في دفع الضر فزادوهم رهقا. في إعانة المستفيد، سبب نزول هذه الآية أن العرب كانوا إذا دخلوا واد من الأودية قالوا في الجاهلية: نعوذ بسيد هذا الوادي، أي من الجن، نعوذ به من سفهاء قومه، يلجؤون بقادة الجن في طلب دفع الضر من سفهاء الجن من صغارهم. فزادوهم رهقا، أي خوفا إلى خوفهم، رهقا يعني خوفا إلى خوفهم. لما علمت الجن أن هؤلاء الإنس يستئذون بهم وأنهم يخافون من الجن، زادوهم رهقا خوفا إلى خوفهم. أصل الشيطان كان عرفك بتخاف منه بيعمل لك أمور ذاته، كيس يجي طاير وحاجات، وفي البيت براو كركبة تحصل وكورة تقع والشبابيك تضرب، لأنه أنت في النهاية أنت الذي سلمت له زمام أمرك. زي الكلب اللي في الشارع، كان عرفك خفت منه يا هو بيتسلط عليك، لكن أنت كان نهرته ومشيت خليك. وده كلام مجرب، هسي تجي جارب يا عربية الكلب يجر وراك تقيف بمش طوالي بزح مجربة. نفس الشيء الجن إذا علم أنك تخاف منه تسلط عليك. أما لو لجأت إلى الله واستعذت بالله سبحانه وتعالى فإنه يبتعد منك، من شر الوسواس الخناس يبتعد ويختفي. ذم الله تعالى هؤلاء الرجال الذين استعاذوا بالجن، استعاذوا برجال من الجن على دفع ضرر الآخرين، فذمهم الله تعالى، وذمه إياهم دل على أنه لا يرضى أن يستعاذ بغيره سبحانه وتعالى. قالوا عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، في بعض النسخ التامة، من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، في بعض النسخ حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. يعني إذا نزل منزلا، نزل واد أو نزل بيتا
مهجورا أو غير مهجور، ثم ذكر هذه الكلمات، فإن الله تعالى يجنبه الضرر ويحفظه سبحانه وتعالى من الضرر حتى يرتحل أو يرحل من منزله ذلك. قالوك البيت ده مسكون وانت داخل عليه، قالوك بنسمع فيه أصوات وفيه أشياء وفترة ما سكن وزغل والناس بتخاف منه. لو دخلت البيت وذكرت الكلمات دي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمات الله ما نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أنزله الله على رسوله، هذه من كلمات الله القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. والتامات التامة العادلة الصادقة، هذه الكلمات عادلة في الأحكام صادقة في الأخبار. وكلمات الله ليست مخلوقة، وإنما تكلم الله بها سبحانه وتعالى. من عقيدة الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، وهو من أضل خلق الله سبحانه وتعالى، الجهمية طائفة ضالة منحرفة، من ضلالهم أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به، سمعه منه جبريل عليه السلام، ثم سمعه من جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وقوله أعوذ بكلمات الله التامات دل على أن كلمات الله ليست مخلوقة، لأنه استعاذ بها، لو كانت مخلوقة لما استعاذ بالمخلوق. يا جماعة، الله سبحانه وتعالى عنده ذات، هو سبحانه وتعالى عنده ذات، أيوة، وعنده أفعال، كأن من أفعاله أنه يخلق، يرزق، يحيي، يميت، وعنده صفات سبحانه وتعالى، من صفاته أنه يتكلم، ومن صفاته الكرم، ومن صفاته الحلم، ومن صفاته العلم إلى آخره. فالله وكلامه أفعاله وصفاته كل ذلك ليس بمخلوق سبحانه وتعالى. طيب، فيه مسائل في هذا الباب. الأولى تفسير آية الجن، الآية الأولى. الثانية كونه من الشرك، أي الاستعاذة بغير الله سبحانه وتعالى. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. ما دام أن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فقوله أعوذ بكلمات الله دل على أن كلمات الله ليست مخلوقة. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، دعاء مختصر، وده يا جماعة يوريك فائدة جميلة جدا. السنة دي سهلة وبسيطة، والبدعة صعبة وكثيرة ومدعبة. السنة سهلة وجميلة وبسيطة وما مرهقة أصلا ولا مكلفة. زول دار يتزوج، ما عارف المرة دي الزواج منها خير ولا شر، طوالي بيعمل الحديث في البخاري، الاستخارة، استخارة فيها ثلاثة أشياء ذكرها شيخ الإسلام في المجلد الثالث من الفتاوى. الثلاثة دي أي زول داير خير في الدنيا محتاج للثلاثة أشياء دي، أن يعلم هل هذا العمل أو هذا الشيء فيه خير أم أنه ليس فيه خير. العلم، يعني شيء اللي أنت مقدم عليه ده فيه خير لك ولا ما فيه خير، لا بد من العلم، وده بالنسبة لك أنت مفقود،
يقول لك البيت دي مؤدبة وهلا تمام وكذا، لكن بعدين بيحصل شنو؟ أنت مفقود بني، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. اثنين، بعد عرفت إنه الشيء ده فيه خير، هل أنت قادر تصلي ولا ما قادر؟ محتاج للقدرة. ثلاثة، الشيء فيه خير ده من ناحية العلم، وأنت قادر تصلي، هل أنت عندك رغبة ولا أنت نافر عنه، عندك إرادة له، تريده أم أنك لا تريده؟ الثلاثة ديل في الاستخارة. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وكذا وكذا إلى أن يقول ثم رضني به، وفي لفظ ثم أرضني به، وفي الأولى وبارك لي فيه. أي نعم، وتسمي حاجتك والشيء الذي تستخيره وتسأل الله. واستخارة يعني السين والتاء من الطلب، يعني تريد الخير، تريد الخير، تطلب الخير. بدل تصلي ركعتين وتقول دعاء الاستخارة، تلقى الجاهل من جهله أنه يذهب إلى هؤلاء الدجالين، اركب مواصلات وهي ركعتين بس ودعاء، ركعتين وتسلم وتقول الدعاء ده، اركب مواصلات ومرات يأجر عربية ويمشي وذاته يدي الفقير قروش تحت المخدة، يدخل له ويقول له يلا نوم لي بالخير، وما في نوم ذاته، والشغلة دي بعرفوها مفتحين ما دار لا نوم ذاته، نوم لي بالخير وافتح لي الكتاب، والنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم، ما حصل فتح الكتاب لحاجة زي دي أصلا. وقال الله عنه وقال له في هذا الكتاب الذي نزل عليه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بالبدعة والشرك فيها تعب، بدل تذكر الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، وهادي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تلقى نفسه قائم ولف بكراع واحد وتل تل تل، وكان ما مدعشي ما بيقدر على الشغلة، ورز وبلاوي، معقولة يا أخي؟ وصلوا شنو؟ البدعة فيها التعب والمشقة في الدنيا والآخرة، كما أن السنة فيها الراحة في الدنيا والآخرة. والسنة ما إلا تبقى أنصار سنة، ما تبقى أنصار سنة، وذات رؤوس لخبته خشوا في السياسة، واتحد ذاته دافع عنه شغل لخبته، خليك بس حر كتاب وسنة، لا صوف لا أنصار سنة، لا تبقى أخو مسلم ولا جماعة من الجماعة، خليك مسلم مستقيم بس، شو قد دريب. طيب، الخامسة، أن كون الشيء الذي يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، يعني الشرك ده ما إلا شيء تعبدي أو ما إلا عبادة محضة، يعني الشرك ما إلا تصرف بس عبادة لغير الله، صليت لغير الله، لو شيء دنيوي فيه جلب نفع أو دفع ضر وطلبته من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ده من الشرك. قال تعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، طلب القربة. في آية ثانية فيها طلب الشفاعة أو فيها الشفاعة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، قدم هنا الضرر في سورة يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الكفار يا جماعة لما يخشوا، عشان تفهم المسألة دي، المسألة دي في شرك في جانب العبادات، وفي شرك المدخل له دنيا، شايفة تفهم المسألة دي، شرك في جانب العبادات. مثال الدعاء عبادة، تصرف الدعاء لغير الله، العبادة دي لغير الله، انت أشركت بالله، أشركت بالله في هذه العبادة، ده شرك أكبر.
في شرك المدخل له دنيا. المشركون إذا ركبوا في الفلك في البحر وهاجت الأمواج وأحسوا بدنو الآجال، قالوا خلاص الأجل تم، الموت جايين، الموت جاي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هل دعاؤهم لله وهم مخلصون له الدين هل يريدون بذلك الجنة أم أنهم يريدون بذلك النجاة من هذه الكربة؟ الجواب يريدون النجاة من هذه الكربة، يريدون أمرا دنيويا، ومع هذا أشركوا بالله. فإنت كونه تقول أنا ما عبدت غير الله، ما صرفت للعبادة، إنت في مسألة مفروض تصرف لله، إنت صرفتها لغير الله؟ إنت معلق الحجاب. قالوا لك ليه معلقوا؟ قلت والله ما معلقوا ليه جنة، ولا داير به مغفرة، ما داير به خير آخر، لكن بس أنا معلق من العين عشان في الدنيا دي أكون مجية. أنت داير به حاجة الدنيا برضو أشركت بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إلى آخره.